السلام عليكم ورحمة الله. قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تأكلون متفرقين؟ قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. We eat and never satisfied. Prophet then instructed them to gather together when they are in their food and remember the name of Allah over it so that he may bless it for him. والسلام عليكم.